سو واتساب كيف معكم بكرم دراغون فيديو جديد واليوم عندنا الحلقه 7 في ارك بارادوس واليوم غنكملوا كما شفتوا الحلقه اللي فاتت بدينا سوينا الارض واش عطلت عليكم في هذه الحلقه هذه حيت البيس عطلات وكان عندي مشكل عاوتاني في ارك ما سوقناش في ذاك المشكل حيت دغيا حليته اليوم غنوريكم البيس راه بنيتها ما قديتش نصورها حيت يومين وانا خدام عليها يومين وانا خدام تنبني فيها راه مشكله كحال هذاك البيس ولكن طلعات في الاخير طلعت شي حاجه اللي ناضيه اللي غنوريها لكم دابا سو كما العاده الاخوان قبل ما نبداو الفيديو لايك وابوني بارطاجي الفيديو مع صحابكم ونبداو نيشان في الفيديو يلا حيد اوكي احنا جينا لهنا ادخلنا شو عجبتك البلاصه هنا لا المهم هذه هي اللي كنت وريت لكم الحلقه اللي فاتت ورينا هنايا ودرنا شي بلاينات يا سلام المهم طلعي هذه كاينه هنا ها البيس هاي ولا تشبه هيش كي دايره راه البيس كي دايره يا سلام المهم ليت هادي مع البيس ودرت هادو باش نقدر هادي هي البيس الخاوة ديالي المهم هنايا تخرج تهبط لهاد الجهة هادي هاد الجهة هادي راه غتكون فيها هاد الريبليكيتر حيت كبير شو قداش وما كاينش لي سباس وين نديرها هنا كاين هاد البلاصه هنا في اشكون كرايفشن ايري هاد البلاصه هادي كلشي هنا انا كاع الطابلات وداكشي ديالي غنحطهم هنا يا سلام يا سلام هنا الخرجه هنا في كنت حاط هنا تنبني حطيت داكشي وحط ثلاثة ضروري باش ما يخسر داكشي ضروري باش ما يخسرش داكشي ثلاثة فيها شي مسائل باش ما يخسروش اوف هادشي اللي كاين شنو اخر نوريكم المهم قلنا هنا البلاصه الكرافتين ايريا هنا يتجزي باقي ما عرفتش نقول ولا بلاصه غنلعب فيها المهم كاين هذا الروم كاين هذا الروم وكاين هذا الروم عافي هادي غتخرجك لهنا هاد الشيء هادي وكاين هاد البلاصه هادي مي غادي نخليوها حتى الاخر هانشي المهم خلينا دابا هي في البيس المهم تطلع الفوق اسيدي المهم هنايا الدروش تطلع تبقى هاد البلاصه هادي كاينه هاد البلاصه هادي كاينه هاد البلاصه هادي كاينه هاد البلاصه هادي تزيد طلع الفوق عاوتاني كاينه هاد الفوق هذا هو اخر طاش قريب هذا هو اخر طاش كاين هنا اللي باقي ما عرفش شنو غندير هاد البلاصه كاع اللي تنوريكم راه ما عرفش شنو غندير فيهم كاين الخرجه هنايا تطل هنايا تشوف شكون اللي كاين عاوتاني تلقى نص البلان زعما الجهه الاخرى يا سلام ديزاين ديالي 100% بلاش ندير واحد الرينك اخي ديالي شو 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 هاكداك اخي بحال الكنيسة المهم نتوما جينا لهنا نعاود نوريكم دابا البلاصة اللي ناضية ها هنا تسحب لكم مكين والو تحية سمسم ها الهضرة شو كي دايرة ها هنايا فين ضروري غيكون الضو المسائل هنا باش ما يبانش هادو دايرين على ود حيت هادو سيلين حيت الا درتها هنا سيلين نقدر طيح البيس درت هكا سي بورت وصافي هادو فاونديشن تاعو ما درتش كاسي بورت ودرت هنايا عاوتاني واحد اخر هنايا المهم باش نضوي على البيس كامل هنا يكون هنا هادشي الخيوطه وداكشي اللي ما بغيتوش يبان غيبان هنا القواس وداكشي كامل غيكون هنا وكاينه البلاصه الاولانيه اللي وريتها لكم حتى هي انا اصل بلان ها نشوف هكذا في هاد البلاصة هادي نقية عرفتي هنا تخبي شي بلانات ما بغيتي حتى حد يشوفهم تجي لهنايا تتحطهم ضروري الباب الباب يكون الباب حتى حد ما يدخل تما يا سلام عرفتي كي جاتكم البيت بلاتي نركبو على هذا نشوف واش تبان لكم كاملة لا ما تبانش مزيان واخا هاد النوع ديال البلي في شكال هذا زعما كون كان البني العادي كنت طلع شي حاجه احسن من هاد ولكن هادي حتى هي جبار من الصراحه كان خدمت عليها خدمت عليها عطيتها وقت البيس يا سلام يا سلام عليك المهم دابا البلان اللي غنديروها الاخوان هو غنحاولوا نبداو نحطوا فيها الماكينه ديالنا نبداو زعما نفرقوا المسائل ديالنا على هاد البيس عافي هنا غنحط كاع الماكينات اللي غنحتاج هنايا وكاين هاد البلاصه هادي ماشي نقصوا تطلع الفوق تتحل ليك الباب تجي لهنا ضروري هنا باش نضيعو حتى بلاصه ما كضيع
دابا هذيك هي دايره غير ديكور عشان ندير بحال هكا. تجي هنا اللي تحل الباب مشات هبا هتيك هذا تيك تيخليك تطلع يا سلام. اوكي نجيو نبدا.
We'll be right back.
ماشي اللي كاين اخوان فهمتي، باش ما نطولوش الفيديو راه درنا شي المستحيل باش الفيديو هذا نوريكم شنو غنديروا فيه، نمشي شنو درنا فيه وصافي باش ما يطولش الفيديو عاوتاني، سي لا طول يولي خايب الفيديو خايب. حنا ناخذ كنا في مالي صافي الصندوق ديالنا هاد البيت هذا غنخليه للحف ديال التراب هادو بجوج هادو هما الحبوس علاش دايرين شي واحد جيبو على هنا واش بان لكم في هاد الهضرة هادي ناضية ياك صافي والله يجعل البركة قدينا كلشي حاليا هانتوما وي والله الا شوف تفكير يا سلام يا سلام ترى هادشي راه ديزاين ديالي 100% راه ما نقل منه حتى حاجة على فهمتي هادشي واحد شي تخربيقة فحال هاكا تخرج هنا تدرقل لهيا عرفتي سالي و تخرج من هنا تدرقل لهيا ما عجبكش هاد القنت هدا تجي هنا تحل هنا تتهبط لتحت تكرر شي حاجة بداك الريبريسيتر لي ما غتبقاش تما حتى ما غتكون في نص الفار غنشوفو فين غنديرو شي بلان شي بلان ديالها غيكون ضروري شي بلان ديالها غيكون اخي ديالي تخممش تخممش نقدر ندير مانيش تمايا ولي ليها ليها عندي ما هنا واخا كبيرة بزاف اصاح اختنا واصلة ما عارفين اصاحبي واه المهم ما عليناش صافي اخوان هادشي اللي كاين في هاد الفيديو نتمنى يكون عجبكم راه ما درنا والو ما درناش ما درنا لا ترويج لا والو بطبيعه الحال حيت هذه حلقه ديال البيس بارك علينا حنا دابا وريناكم البيس بطبيعه الحال اقرب فرصه راه غنربطو شي حيوان غيكون ماضي من بعد اللي غتعرفوا شكون هو المهم يا اخوان لايك ابوني بارطاج الفيديو مع صحابكم تلقوا فيديو جاي بيس عليكم